مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده النهارده من برنامجكم احلامنا الجميله. احلامنا الجميله النهارده منتظرين منكم اتصالات هاتفيه مع الشيخ سعودي حسن الشامي احد علماء الله الشريف. النهارده هنتكلم مشاهدينا الكرام عن العلاج بالقران الكريم خاص بالاحلام المزعجه. اي حد مصاب باحلام مزعجه او كوابيس هيلجأ للعلاج بالقران الكريم. اهلا بك شيخ سعودي. اهلا وسهلا يا شيخ. ربنا يحفظك يا شيخ. الله يبارك فيك. كنت اسال حضرتك يا فندم، كيف يتم العلاج بالقران الكريم للاحلام المزعجه؟ اولا بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على افضل خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، طبعا الاحلام بتنقسم الاول الى قسمين عشان نعرف الاحلام. نخش في الاحلام الاول او الرؤى بمعنى صحيح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حاكي حينما كان يرى الرؤية يصبح الرؤية تكون كفلك الصبح تتحقق. الله. وده الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. على كما قال صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمته إلى يوم القيامة. فعلا نرى أناسا الآن يرون الرؤية فتتحقق رؤياهم كما رأوها تماما. وهؤلاء إن شاء الله نبي الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق، وهم دول يعني قريبين من الله عز وجل. نيجي بقى للرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. يعني الرؤيا الصالحة الإنسان يشوفها لنفسه أو غيره يشوفها ليه، دي رؤية. والرؤية الصالحة من الله عز وجل. عز وجل. وأما الأحلام المزعجة وهذه تكون من الشيطان. الأحلام المزعجة زي إيه؟ زي الكوابيس. تيجي للإنسان كوابيس. الكوابيس بتأتي من عاملين. العامل الأول عدم القرب من الله عز وجل. عز وجل. ده عدم القرب من الله. وعدم نوم الإنسان على السنة. لأن الإنسان حينما ينام المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم فلينفض فراشه، وقيل فليمسح عليه على الفراش، يمسح عليه ربما يكون في بعض الحشرات المؤذية، ويسمي الله عز وجل ويذكر الله عز وجل، قل باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك اللهم أرفعه. فإن نام ينام متجها إلى القبلة وعلى الشق الأيمن، ثم بعد ذلك يتحرك كيفما شاء وينام متوضئا. هذه هي النومة الشرعية. فإذا نام نومة شرعية كان بعيدا من الشيطان تماما. أما إذا نام على غير ذلك جاءته الكوابيس، حاجات مزعجة، بيقع من فوق، بيقع في بئر، عامل حادث. ولكن شيخنا كيف يقوم بالعلاج بالقرآن الكريم لتلك الأحلام المزعجة؟ أولا العلاج بالقرآن الكريم هو كما قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا أخبار. وفي آيات اسمها آيات الشفاء. آيات الشفاء ست في القرآن الكريم. القرآن الكريم يعالج معظم الأمراض حتى العضوية. بمعنى إيه؟ بيكون عامل مساعد في العلاج الإيه؟ في العلاج الأمراض العضوية. إزاي بيكون عامل مساعد؟ يعني أي طبيب حينما تلجأ إليه بيكتب الدواء ويقول روح ربنا يشفيك، يبقى الشافي الحقيقي مين؟ الله سبحانه. الله عز وجل. الدواء سبب في الشفاء، وكذلك القرآن سبب في الشفاء، والعسل سبب في الشفاء، والحبة السوداء سبب في الشفاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الشفاء في ايه؟ في اثنتين، القرآن والعسل. في حديث وفي حديث شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وقال صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي. فإذا الإنسان إذا كان مريضا يلجأ إلى الله أولا، ثم يتجه إلى الطبيب، ويذهب إلى الطبيب معتقدا أن الشفاء آت من الله، وما كان من الطبيب فهو إيه؟ فهو سبب. فإذا هناك بعض الأمراض التي استعصت على الأطباء، ودي حالات بنشوفها كثيرا، كالأمراض النفسية التي ليس لها علاج عند الطبيب النفسي،
قد يكون بها نفس شيطان، او قد يكون بها حسد، او يكون قد يكون بها سحر. طب ناخذ الاتصال هذه في شحنة. السلام عليكم. سؤال الراجل هيخلق. السلام عليكم يا فندم، معاك انت على الهواء. السلام. اتفضل. ايه من دمياط. اه انا وسهلا. عليكم السلام. ممكن اقول الرؤيه بتاعتي؟ اتفضل يا فندم. انا حلمت ان مامتي ديت ورثتي ديت اصلا متوفيه. وحلمت ان زوجي بيفتح الصاله بتاعت بيت بابايا. فمامتي بتقول له هي مش هتتجوزك، هي هتتجوز واحد غيرك. وشه قاعد يتنقل مبتسم وفرحان. وبقول ازاي هتتجوزي واحد ثاني وانا ممكن اتجوز. ادي الرؤيه الاولانيه. اقول الرؤيه الثانيه؟ اتفضلي يا فندم بقى. الرؤية الثانية ان انا قابلت واحدة انا معرفهاش، ادتني خاتم فضة جميل قوي. قالت لي ان باين جايباه من السعودية، جايباه من عند الرسول، وغيري محل الصراخ. تمام. بسألك يا اختي. ايه؟ انت عندك اولاد؟ لا. ما عندكيش اولاد. وبشرك ان شاء الله بولد صالح، هذا هو الخاتم ان شاء الله تبارك وتعالى. اما البشارة الثانية فإن زوجك هيتزوج بامرأة أخرى، يا ريت يتزوج عليك كل يوم، لأن من تزوج بامرأة أخرى في الحلم هذا تأكيد. أنت اللي هتتجوزي واحد ثاني، إن شاء الله هو زوجك إن شاء الله، لأنك لو تزوجت في الحلم زوجا آخر فهذا دوام لعشرتك مع زوجك الأول، وربنا هيوفقك إن شاء الله. لا إله إلا الله. مع السلامة. الله يسلمك. نرجع يا شيخنا، تحدثت عن قصة الرؤية. لكن ما الفرق بين الرؤية والحلم؟ في بقى الرؤية والحلم. لأن الحلم هي الأخلاق. ولكن الحلم بسكون الحاء، بسكون اللام قصدي وضم الحاء، هذا هو ما يراه النائم. والرؤية هي التي تكون من الله عز وجل. الحلم والحلم ده من الشيطان. الإنسان بيحلم بكوابيس، بيجي له حد يكتفه في المنام، بيشوف حد بيعتدي عليه، حد بيضربه، بينزل من مكان عالي، بينزل الى بئر. ده كلها وساوس، اسمها وساوس ايه؟ وساوس شيطانية. قد يكون الانسان بعيد عن الله كما قلت، ولكن قد يكون بالانسان مس الشيطان. المس الشيطاني بيعرف بعدة اشياء. اولها الاحلام المزعجة، ثانيا الصداع المستمر، ثالثا يكون في الام في الظهر او الام في البطن، ويذهب الى الاطباء وياخذ الدواء ولم يبرأ من هذه العلم. فهنا فليعلم انه اما ان يكون به مس شيطاني او به ايه، او به حسد او به سحر. كيف يتخلص من المس الشيطاني او الحسد؟ يتخلص من المس الشيطاني اول حاجه بالقرب الى الله عز وجل. تمام. بالقرب الى الله اولا، بالقرب الى الله عز وجل. ولكن خلاص اتصلت في الشيخ. انا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لو تكلم الشيخ. تفضل يا فندم. لو سمحت لو تكلم الشيخ. انا شفت حلم ان انا بدأ على ايدي في المنام. بدي زي ما عايش اللي هو. مع انه كويس معايا وعايش معانا وبيصرف علينا وباباك وكويس خالص وانا بحبه، يعني ما فيش اي مشاكل بينه وبينه. بس شفت ناس بدأ عليه دعوة وحش، بقول له ربنا لك السلوك ده ربحك. روح انا ربنا عليك كلب ورب ربنا عليك. روح ربنا يوقف حالك. الكلام ده في الحلم؟ في الحلم. اه في الحلم. الكلام ده في الحلم يا اختي. اولا انت في حاجة انت خايف عليه زيادة. انت خايف على ابنك قوي زيادة. الرؤية دي يا حضرتك الشيخ، وهو كل ما يقدم في شغلك ما تجيش. فانت خايف عليه خوف زائد. فانا عاوز خوفك الزائد دي تتوكلي على الله عز وجل. لان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تربى يتيما بدون اب وبدون ام. من الذي رباه؟ هو ربه، ولذلك قال ادبني ربي فاحسن تاديب. فانت يا امي خلي عندك ثقة واطمئنان في الله أنه ما كان له سوف يأتيه، وأن الرزق بيد الله عز وجل، وإن شاء الله إن شاء الله هتجد رؤية طيبة إن شاء الله حينما يكون عندك. أنا عاوز بس يكون عندك يقين بالله عز وجل، ودايما تدعي له، وإن شاء الله إن شاء الله هتجد فيه خير وربح وفاء العمل الصالح إن شاء الله. يعني ما فيش أي، لا ما تخافيش إن شاء الله. لا يا أمي ما تخافيش. نرجع شيخنا الى قصة الرؤية الصالحة التي كنت تفسرها. يعني الاول بس حاجة متعلقة بالاخت السائلة، ان هي دايما خايفة على مين؟ على ابنها. خايفة على ابنها. الانسان دي حاجة اسمها اضغاث احلام. الاضغاث الاحلام دي بتيجي من الانسان بيفكر، زي ما احنا بنقول في المثل الدارج، الفرخة الجعانة بتحلم انها في سوق ليه؟ في سوق الحبل. فاتبع حضرتك واحد ما تزوجش كل يوم
كل يوم عاوز يعني بيحلم عاوز يخطب وعاوز يحلم انه بيتجوز ويحلم انه كذا ويحلم. دي اسمها اضغاط واحلام. فهي من شده خوفه على ابنه بتحلم دايما انها بتدعي عليه انه هو بعيد انه كذا انه كذا الى اخره. نيجي بقى للايه؟ للرؤيه الصالحه. الرؤيه الصالحه من مين؟ من الله عز وجل. يراها الانسان او ترى له. ايه هي الرؤيه الصالحه؟ ناخذ الرؤيه الصالحه ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك. ازيك اختها؟ تفضلي تفضلي يا فندم. عايزين نعرف الرؤيه الصالحه فيك وبتجي لي كل يوم. تمام. مش عارفه يعني مش قادره اتحكم في نفسي من التوبيخ. هو نفسه اللي احنا كل يوم كل الليل على طول التوبيخ متاثر. تمام. على فكره بس يا فندم مضغوطه نفسيا. الو مضغوط. تفضلي يا فندم. عندي شويه مشاكل في البيت يعني. تمام. الاحلام المزعجه معلومة. تفكير فالكوابيس مأثر عليه جامد. تمام. هتاخد بس ال وبعدين بعيد عن ربنا كتير. تمام. اول حاجه اليقين والاعتقاد في الله. تمام مولانا. لازم يكون عندنا يقين وثقه في الله. كل المشاكل اللي في الدنيا كلها تنحل بالثقه في الله. ولا بكثره الكلام ولا بكثره الزعيم. هي بتقول ان هي هي بعيده عن الله سبحانه وتعالى. هي بعيده عن الله. وهي بعيده عن الله ليه؟ لان قد يكون بها شيء بتفكر فيه على طول، قد يكون بها حزن دائم. تمام. طب ناخذ هذا الاتصال يا شيخنا. السلام عليكم يا سيدي اسماء. السلام عليكم. السلام عليكم. يا فندم شوف سؤالك. الو. اتفضلي. عايزه اكلم حضرتك الشيخ. اتفضلي معاك جوه على الهوا يا فندم. حضرتك يا حضرتك الشيخ انا ليا اخ مات بمرض السرطان لي 6 شهور. رحمه الله عليك. فكل بيجيني في الاحلام دايما مبسوط بس دايما بساله اقول له انت حييت ازاي؟ يقول لي خرجت من التربه، انا طلعت، انا عايش كويس. اقول له كان سيدنا في الهم لوحدينا وفي العذاب لوحدينا، يقول لي عادي يعني ولا ايه؟ مبسوط دايما وبيجيني في كل رؤيه فرحان ومبسوط، وساعات بشوفه جاي عيان على الهيئه اللي كان عليها. وحلم ثاني معلش. اتفضلي يا فندم. انا دايما بحلم ان انا بخش في بيوت البيت ده دايما، لا اما الاقيه خايفه منه لا يكون فيه عفاريت وفي اوض كثيره، ودايما بحلم ان مثلا الاقي مثلا اخش بيت ممكن يكون بالطوب الاحمر بيتبني جديد. انا لسه ما اتجوزتش يعني، انا لسه يعني. تمام. دايما بشوف الحلم بالطريقه دي وبقوم من النوم مفزوعه على طول، دايما على طول ابقى نايمه احس ان في حد هيخضني اولي من النوم مفزوعه. عندي الحاله دي ممكن ليها اكتر من سنه. فسالت حد قال لي انت ملموسه وكده، لكن انا لا بيجيني صداع ولا بيجيني اي حاجه. طيب ارجعي حضرتك للكنترول هيدوك الرقم ان شاء الله وبيتصل بيه بعد الحلقه ان شاء الله. خدت بال حضرتك؟ ولكن بالنسبه لاخوكي المتوفى بالسرطان، اولا رحمه الله عليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات مقتول مات شهيد. الله. فاخوكي مات شهيدا، وما دام مات شهيدا بياتيكي بصوره حسنه دائما، وان شاء الله هو من اهل الجنه ان شاء الله، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون في الفردوس الاعلى برفقه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن كذلك والسامعين. تحدثنا شيخنا على قصة العلاج بالقرآن، نريد أن أؤكدها، تحدثت عن آيات للشفاء. نعم. لتلك الأحلام المزعجة أو لأي مرض يصيب الإنسان فيه. هو الأول عشان يعني نتحدث بصدق عن العلاج، أولا كل إنسان فينا ممكن أن يعالج نفسه. يعالج نفسه بإيه؟ أولا الثقة في الله سبحانه وتعالى واليقين على الله، يعني يكون عنده ثقة بالله وعنده يقين بالله إن ربنا حييه، إن ربنا حيشفيه. وحضرب مثل لذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له. يعني لو واحد مريض رايح يشرب ماء زمزم وعنده ثقة في الله ان ماء زمزم ده هيكون دواء له وشفاء، ان شاء الله ربنا يشفيه. انما رايح يقول انا هجرب يبقى مش هيشفى بامر الله. كذلك القرآن، اذا انا قرأت الفاتحة بيقين مع الله عز وجل فاعلم دائما أن هذه دواء شفاء، دواء بكل إيه؟ من كل داء،
ودخل صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي تقرأ على امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم عالجيها بأم الكتاب، أم الكتاب اللي هي الفاتحة. ناخذ هذا الفضل يا شيخ. أنا سيدة ليلى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ فؤادي معاك يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. الشيخ فؤادي معايا. تفضل. لو سمحت أنا شفت رؤية إن أنا ماشية كده وبدور على حاجة مش عارفة أنا بدور على إيه. نعم. فقالوا لي امشي في الشارع ده وادخل الباب ده هو، فدخلت لقيته باب كبير جدا. نعم. فدخلت كده لقيت اطفال صغيرين وترابيزات ممدوده ولقيت اطفال بيسبوني اساسات واشرب 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 واشرب. بقول لهم يا جماعه انا فين؟ قالوا انت في الجنه. الله اكبر. الله اكبر. اولا يا شيخ وادوني حته طوبه كده قعدت اسال ديت من قعدت اكلها يعني. ايوه نعم. فقال لي ديت من المبنى بتاع الاسلوب بتاع الجنه اللي بيتعمل فيه الجنه. اولا الاطفال رحمه، لان ما من مولود يولد الا ويولد على الفطره الاسلاميه كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا الطفل مهما كان فهو رحمه، وما دام هو رحمه اقول لك ان في الجنه ان شاء الله هيكون دول اطفال الجنه الذين يقرئهم سيدنا ابراهيم عليه السلام القران الكريم، ودول اللي بيبقوا ماتوا صغارا في ايه في حياه ابائهم. انا اللي يعني ما خلفتش. انت ما خلفتيش، ربنا هيرزقك ان شاء الله. ربنا هيرزقك وندعو الله لنا ولك ان شاء الله ان يرزقك بالولد الصالح ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. اتفضل. لا انا كنت مريض، ما انت عارف يا شيخ سعود انا ليله خلافي. انت نايمه الثلث؟ ليله خلافي. في بيتك؟ اه. وطلعت البيت اوسع. مين اللي عنده؟ ليله حامد خلافي. اه ليلى حامد فلوف. ازيك يا حاجه ليلى؟ ازيك يا حاج صالح؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. ازاي؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. وانت طبعا اللي انت قمت بيه تجاه زوجك ان شاء الله من الصبر والمعاناه معاه ان شاء الله، فبقدره الله عز وجل ان شاء الله هتكوني برفقتي في الجنه في الفردوس الاعلى وبرفقه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني لا تدخل المراه الا الجنه الا برضاء زوجها، وزوجك ما راض عنك ان شاء الله، وان شاء الله تكوني من اهل الجنه ان شاء الله. ربنا يوفقك وشكر الله لك. شكرا يا شيخنا. نتحدث يا شيخنا عن هل تختلف الرؤى من شخص لاخر؟ تختلف الرؤى من شخص لاخر ومن مكان لاخر. ازاي؟ ازاي؟ يعني من شخص لاخر جاء رجل الى ابن سيرين رضي الله عنه وارضاه. هو بس المشاهدين كفار في يدخل هذيك احمد معنا. ازيك يا ام احمد؟ السلام عليكم. الو السلام عليكم. احمد الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا شيخ صالح معاك يا فندم. اهلا بك يا فضيله الشيخ. الله يبارك. والله انا لسه فاتحه التلفزيون لقيت حضرتك، قلت اتصل واسلم. اتفضل. بقول لحضرتك الحمد لله انا ابي وامي توفوا منذ سنتين واخي واختي. نعم. فدائما ربنا يجعلهم لك ان شاء الله زوجهم في الجنه ان شاء الله. من يوم الوفاه لهم وانا بتصدق عليهم وادعو لهم بالمغفره والرحمه. لكن دائما بياتوني على يعني يوم بعد يوم، فانا بقول يمكن هل اولادهم مقصرين معهم او محتاجين شيء من لا هم بيجوا لك يوم اولا مجيئهم لك في الحلم ان شاء الله استئناس لك الاول رقم واحد، رقم اثنين يا اختي تدعي لهم ان شاء الله بالمغفره والرحمه، وثقي تماما ليس لك ثواب الا الجنه كما قال الله تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فطبعا الصبر ثوابه الجنه ان شاء الله، وتكون ان شاء الله يا رب يوم القيامه من باب الصابرين، وتدخلي من باب الصابرين ولا تحزني يا اختي ان شاء الله، ودعوا بالمغفره والرحمه. طب رؤيه ثانيه بس دايما بقى ايه؟ بحلم انا قلقانه شويه يعني اني مريضه عندي ضعف بصري، عملت عمليات في عيني. لا ربنا ان شاء الله يشفيك ويعافيك. قلقان على اولادي وحبايبي، نفسي افضل انظر لهم يعني الى الدنيا الوافه يعني. اتفضلي. فدايما احلم ان انا في حته عاليه ومش قادره انزل او مش عارفه اعدي يعني مكان. ما هو ده خوفك يا ام، لان انت طبعا ايه عندك ضعف في البصر او مرض في البصر. الاول بنصحك ان شاء الله تحط من العسل النحل ان شاء الله، تفتحي بعسل النحل ليلا. دي وصفه ان شاء الله بقدره الله. ويحدد لو قرات الفاتحه بيقين او ايات الشفاء بيقين، لو حد عندك شفاء اللي عايز يقرا لك ايات الشفاء، وان شاء الله بقدره الله ادعو الله ان شاء الله ان يريم ان ينير بصرك وبصيرتك ان شاء الله رب العالمين. السكر يعني اهل السكر
العسل مش مضر للعين؟ لا لا مش مضر للعين، لان العسل تبقى فتيش عن طريق الجوف ان شاء الله. يعني وبعدين انت لو حتى خدتي معلقه سكر معلقه عسل في ال 24 ساعه مش مضر ان شاء الله. وعندك ان شاء الله عندك ورق التوت، وعندك البرسيم تقوي البرسيم، وعندك ورق الزيتون ان شاء الله ممكن تغليهم، والحلده كذلك، وتاخدي كل يوم 3 اكواب، واحد الصباح واحد في الظهر واحد في المسي، هيخفف عنك كتير وهيتظبطك البنكرياس ان شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يبارك فيك. اتفضل. كنا نتحدث مولانا عن اختلاف الرؤيه من اختلاف الرؤيه من شخص الاول لاخر، شخص الاخر. جاء اثنين الى ابن سيرين رضي الله عنه وارضاه. ابن سيرين الحياه وابن النابلسي ناس دول افضل اصحاب كتب كثيره، وهم يعني فعلا كان لهم بحث طويل في هذه الرؤيه. فجاء رجل الى ابن سيرين فقال يا امام رايت ان اؤذن في المنام. فقال اذا ان شاء الله انت هتحج الى بيت الله الحرام. ثم جاء بعد 5 دقائق رجل اخر فقال رايت يا امام انني اؤذن في المنام. وده طبعا لمحه بسيطه، لازم يكون المفسر يكون لبيب ويكون حاذق ويكون راعي للايه، ويكون راعي لهذا الشخص. فقال امسكوه ده هذا انسان حرامي. فالناس اللي حوالين ابن سيرين تعجبوا ازاي انت هي الرؤيه واحده وفسرتها لواحد انه راجل طيب وهيحج، وفسرتها للتالي انه حرام. قال اما الاولاني راى الرؤيا في اشهر الحرم فانطبق عليه قول الله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. واما الثاني فكان عليه علامات ارتباك فانطبق عليه قول الله تعالى ثم اذن مؤذن العير اي انكم لسارقون، ايتها العير انكم لايه؟ لسارقون. فانطبق عليه انه سارق، وفعلا لما مسكوه وضربوه اعترف انه كان يسرق اكفان المفتى. ولكن هناك اختلافا للرؤيه من مكان لاخر، نريد ان نوضح. نعم، واختلاف الرؤيه من مكان الى مكان. جاء رجل ايضا الى ابن سيرين وقال يا امام رايت في مكان نار تفج منه. فقال ابن سيرين لهذا الرأي اذهب فانك سترى ذهب في هذا المكان. فاخذ الذهب ثم صار. ثم بعد فترة من الزمن رأى تلك الرؤية. فقال ما فيش داعي ان انا اروح لابن مين؟ لابن سيرين. انا هروح الاقي ذهب اخذه. فذهب ينكش او يحفر في هذا المكان التقى ميت او مقتول، فاخذته الشرطة وادخلته السجن واتهم في هذا الرجل. ثم عاد لابن سيرين قال يا امام بعد ما قضى مدة السجن. فقال يا امام انت فسرت لي الرؤية كذا والرؤية كذا، وانا رحت في الرؤية الثانية الاولى وجدت ذلك كما قلت لي، والثانية لقيت خطيب. فقال يا اخي اما تعلم ان الرؤية في فصل الشتاء تختلف عن الرؤية في فصل الصيف؟ اما رؤيتك الاولى فكانت في فصل الشتاء فمعروف اننا نقترب من النار والنار فيها دفء ومناخ واللي على لون النار الذهب. اما رؤيتك الثانية فكانت في فصل الصيف فمعروف اننا نفر من النار، وعليه انت دخلت السجن بناء ايه؟ على رؤيتك التي لم تستشر فيها. تمام، ناخذ هذا الاتصال هاتفي يا شيخ. ام ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. شكرا لك. عندي رؤيتين صغيرين ان شاء الله. اتفضلي. بقول لحضرتك انا شفت ان احنا في اوضه كده في بيت والدي اللي اتربينا فيه. اتفضلي. وانا واخويا وامي. نعم. اخويا قاعد في جنب كده بس الاوضه مليانه رجاله. نعم. وبعدين انا شايله بنت صغننه بترضع. نعم. هو اصلا بناته مش بيرضعوا يعني. فبقول لها فين بابا؟ راحت مشاور عليه. فبقول الله ده شوفي انت عارفه وبتشاور عليه. وبعدين لقيته جارتنا اللي كانت بترضع البنت دي ماشيه، قلت له ما تخافش انا هرضعها لك. طيب اللي شاورت عليه ده متوفى ولا موجود؟ لا عايش. بقول لها فين بابا؟ راحت مشاور عليه. انت متزوجه؟ ان شاء الله. طيب معاك اولاد؟ معايا بنتين وولد. ربنا يبارك. شاورت على اخويا. نعم. بقول لك ان بابا شاورت عني ومع انه فوزت ناس ياما. على اخوك انت يعني؟ على اخويا. على اخوك انت. هو وبعدين هو مش لاقي حد يرضع له البنت، قلت له انا هرضعها لك. وانا برضعها لقيتها جعانه قوي. نعم. رضعت كتير. وبعدين لقيتني ماشيه بيها في الصاله كده وبلعبها. لقيتني افتكرت حاجه لقيتني رحت معيطه. نعم. انت يا اختي يا اختك قريبه من اخوك شويه وتحبيه. بتحب اخوك شويه. واخوك ان شاء الله هيجي له نفع منك وعلى ايدك ان شاء الله، لانك انت اهلي للخير ان شاء الله. ودمت بترضع طفلي في المنام فان شاء الله هينال اخاك منك خيرا ان شاء الله،
وتكون يعني المحبة ودود دي بينكم ان شاء الله. بس هو حصل بعد كده ما حصل بيننا مشكلة. ايه حصل بينكم مشكلة في الواقع ولا في الحلم؟ في الحقيقة. في الحقيقة حصل مشكلة. وبكيت جامد يعني. وانت بكيت البكاء بقى طبعا رحمة ان شاء الله ربنا قاله رحمة لكي. ما انا بكيت في الحلم وفي الحقيقة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عينان لا تمسهما النار. عين بكت من خشية الله وعين بكت تحرص في سبيل الله. فانت بكيت للمشكلة مش عاوزة يحصل مشكلة بينك وبين اخوتي لانك انت عاطفية وبتحب اخوك كتير. وربنا ان شاء الله يقلب بينك وبين اخوك ان شاء الله. طب ممكن اقول اكمل الحلم؟ اتفضلي. وبعدين لقيت البنت دي نايمه على كنبه فاختي الثانيه جت تنام جنبها عشان البنت جت ترضع من اختي راحت ما رضتش ترضعها راحت ضربها على بقها. نعم. وبعدين لقيت اختي دي بتقيس بلوزه قلت لها هذه البلوزه دي بتاعتي اقلعيها. انت ضيعتيلي بلوزات كتير قبل كده. لقيت اختي بقى الصغيره اختي الثانيه جايبالي بلسطان خضر وتقول لي ما تزعليش اللي هو بلسطان الخضر بتاعك عم. نعم. اختك اللي خدت البلوزه دي طماعه شويه. في الحقيقه. هي يعني حاله بيحكي حاله لان هي طماعه شويه فان شاء الله انت دايما تكوني ربنا يجعلك تدي ما تاخديش ويقول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير واحب الى الله من اليد الايه؟ من اليد السفلى وابدا بمن تعول. فربنا يا اختي ان شاء الله يجعلك يعني عونا لاخواتك وما تزعليش وان شاء الله هتكون فيك الخير ان شاء الله رب العالمين. ناخذ هذا الدكتور هديك يا شيخنا مريم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عشان تقول انا عايزه اقصه حلوه. اتفضلي. انا كنت راجعه من المدرسه وكانت معايا شنطه ثقيله. فانا وانا بجري راح حد زقني وقعت في الميه. فالشنطه من كتر تقلها مش عارفه اطلع ولا عارفه اقلع الشنطه مع كتفي. وبعدين فجاه لقيت نفسي في البيت مع جده. وكان لقيت اسد في البيت. فانا بعد ما كنت ماشيه كده انا وجده كنا في المطبخ لقينا الاسد بيحاول يفتح الباب وراح دخل جده بيقول لي امسكيه عشان يقتل. راح مسكه. تمام. عندي كام سنة؟ عندي كام سنة؟ تسعة. تسع سنين؟ يا مريم المايه اللي انت وقعت فيها دي كانت مايه معكره ولا مايه رايقه؟ لا كانت مايه رايقه. مايه رايقه. انت في مدرس خايفه منه المدرسه؟ او مدرس بيضايقكم؟ في مدرس انت خايفه منه يا مريم. فاذا انت ما تخافيشي وخليكي دايما شجاعه وما دام انت على اخلاق وبتذاكري كويس المدرس مستحيل ان يعمل لك حاجه وما تخافيش منه ان شاء الله يا بنت. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك ان شاء الله يا رب. انا ممكن اكمل الحلم؟ اتفضلي. لا اتفضلي. انا كنت قاعده مع بعض ما جده قال لي امسكيه. انا مسكت الاسد جده حط السكينه في بطنه. وبعديها لقيت ده اخويا اللي اتحط السكينه في بطنه. وبطنه قعدت تخر دم ومشي عادي ولا حصل له اي حاجه. هو اخويا مش الاسد. وبعدين اتحول لاسد تاني. وبعدين نفس الحكايه جده قال لي امسكيه وحط سكينه في بطنه ولقيناه اخويا برضه. اولا جدك موجود؟ لا. وبعد شويه ما لقيتش جده. وبعد شويه ما لقيتش جده. اولا جده بيحب كتير. جده بيحب كتير وهو هيقف يدافع عنك. والاسد اللي هو ضربه بالسكينه ده هو المدرس اللي انت بتخافي منه. وان شاء الله مش هيعمل لك حاجه وهينصرف عنك ومش هتخافيش خالص يا بنت. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك ان شاء الله. ماشي. مولانا اذا اردنا نتحدث عن دخول الشيطان في الاحلام، هل الشيطان يدخل في الاحلام؟ اكيد. اولا الشيطان مش بيدخل في الاحلام بس. الشيطان بيدخل للانسان مع معاشره الرجل لزوجته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله فليقل اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لان الشيطان قد يسبقه. ومعنى قد يسبقه قد يجامع معه. اذا لم يسمي الله واذا لم يدعو الله عز وجل. دي ناحيه. الناحيه الاخرى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ننام على الشق الايمن وندعو دعاء النوم؟ دعاء النوم عشان خاطر ايه؟ الشيطان ما يجيناش. فاذا لم ندعو فالشيطان بيكون معانا وبيكون ملخبط حياتنا طول الليل اما بالايه يعني احلام مزعجه واما انه بيتكتف واما انه بيحرق واما انه بيضرب
واما انه بيجامع واما انه حاجات كتير يعني يفعلها الشيطان ان شاء الله. ولكن شيخنا تحدثت عن قصه الاذان الخاصه بالشيخ ابن سيرين. ما هو تعبير الاذان في الرؤى؟ اولا تعبير الاذان في الرؤى، اذا وقع الاذان من رجل طيب في وقت اشهر الحرم فان شاء الله سيحب الى بيت الله الحرام، واذا وقع من انسان غير ذلك عليه ان يراجع نفسه لانه مقصر في حق الله تبارك وتعالى، وليتوب الى الله عز وجل، لان مش الاذان في كل الحالات خير، لان الاذان للراجل الصالح بيبقى خير، والاذان لغير ذلك كانه ينذره ويقول له الاذان يعني جاء وقت الاذان او وقت الصلاه، يعني معناه ان الوقت بينتهي من وقت الى اخر وسينتهي اجلك كما الاذان يؤذن ان شاء الله. ولكن شيخنا هناك بعض الحالات تبعد عن الله سبحانه وتعالى وتبعد عن كتاب الله وتبعد عن طاعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وتحلم باحلام مزعجه، ما هي النصيحه التي تريد ان توجهها؟ النصيحه اللي بوجهها الاول الالتزام بالصلاه. الالتزام بالصلاه، لان الصلاه هي بتحافظ على الانسان رقم واحد. رقم اثنين، على الانسان قبل ان ينام عليه ان يقرا الفاتحه مع آية الكرسي، مع كل والله أحد، مع كل أعوذ برب الفلق، مع كل أعوذ برب الناس، وليتوكل على الله تبارك وتعالى فيحفظه الشيطان وتبارك يحفظه الله تبارك وتعالى من الشيطان. وطبعا الإنسان بأعماله الصالحة بيكون يعني يبعد عن الشيطان. وعلى فكرة الصلاة ممكن لو الإنسان محسود أو مسحور أو عنده مس فبتخفف عنه هذه الأشياء إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ناخذ هذه الصلاة هذه شيخنا أسماء. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. شكرا لك يا فندم، عودة اتصال مرة أخرى. شيخنا إذا أردنا، هناك بعض رسالة لنا رأى أنه يستعيذ من الشيطان الرجيم من في الحلم، ولكن بعد قبل هذه الإجابة نأخذ هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ فضل معك يا فندم. لو سمحت عايز أكلم الشيخ. معك هو على هذا فندم، تفضلي. طيب شيخ، أنا ابني متأخر وصغير يعني، فبعد ما بديتني احلام منه هو صاحي برده وبحب احلام كتيره بالله. مات عمره قد ايه؟ كان 15 يوم بس انا كنت يعني فرحه مستنيه على ابنك. يعني هو مات عمره 15 يوم؟ 15 يوم. وبحلم بيه هو زي تاني. انا برده وبشوفه عايش وبحلم اني بروح له. عندك اولاد غير اختي؟ ايوه عندي. ربنا يبارك لك فيهم الاول، واعلمي بان الطفل الذي مات رحمه لك ولابيه، لان الله سبحانه وتعالى ياتي بهؤلاء الاطفال الذين ماتوا صغارا، يقول الله عز وجل لهم ادخلوا الجنه فيبكون فيقولون رب يا ربنا لا ندخل الجنه الا ومعنا اباءنا، اللي هم الاباء والامهات يعني الوالدين يعني، فيقول الله عز وجل ادخلوا وانتم واباؤكم الجنه، فهو رحمه لك ولابي ان شاء الله. وما تعتذرش يا سمحت يا شيخ، انا افتقرت شويه عايزاك. ما هو افتقرت انت يا اختي، قطع للصلاه ليه؟ ما قطع لي بس يعني مقصره في الصلاه. مقصره ولا لا؟ يعني بس تعبان يا شيخ وعندي ظروف كده تعبان. انت عندك مشاكل ماليه شويه؟ مشاكل ماليه ومع اهل جوزي ونفسيا يعني حاسس متلخبطه وبحلم كتير بكوابيس اني بشوف عفاريت بتاذيني بتاخد ولادي مني. طيب ان شاء الله ارجع لك تنصرون ان شاء الله، هديك الرقم اتصلي بعد الحلقه ان شاء الله باذن الله. بامر الله. شيخنا كنا نتحدث ان رجلا يرى انه يستعيذ من الشيطان الرجيم في المنام. الاستعاذه اولا خير وبركه، لان الاستعاذه فيها حفظ للانسان، والانسان لابد ان يستعيذ بالله من الشيطان عند قراءه القران وعند دخول الاماكن الخاليه وعند الخلاء، دخول الخلاء دي كلها حفظ من حفظ للانسان. وما دام الانسان راى في نومه انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه في حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن ما هو تفسير حضرتك لرؤى الرجال؟ أولا رؤى الرجال بتختلف من شخص لآخر. أولا إذا هذا الإجابة ولكن بعد هذا الفرج يا خنا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام الشيخ محمد. أهلا وسهلا. تفضل. ممكن أكلم حضرتك الشيخ؟ تفضل يا فندم، هو معك على الهواء. لو سمحت، أنا شفت فيلم في المنام. المفقاعة كبيرة وقعت مؤتمرات.
تمام. والشيخ محمد حسان قاعد على معاه ثلاث مشايخ وبيديهم ثلاث كتب لهم اخضر. الثلاث المية بتاعت ان دولة مصحف او مصحف يعني. وصحت على عشرين دي. سمحت فيهم ثلاث. طب اتفضلي اتفضلي. برضو انا حلمت ان انا لسه ما مش متجوزه، حلمت ان انا حامل. وبدوا الاهل ازاي مش متجوزه الحامل الكلام ده. المهم قاعدين في مكان بعيد بيدلوني على الناس. بس رجيت انا في بيت مبني من طين وقدامه ثلاث شجرات خضر ومطرب التعمير وميه رايده وبيضه وبالتالي الشعر بتاعهم سالح وهم سنان وقريب سن مثلا خمس سنين ست سنين. البنات دول البنات ماشي حضرتك بنتكلم على كده برضه ماشي يا اختي. نعم. الحلم الاول او الرؤيه الاولى رأيت الشيخ محمد حسان بيديك ثلاث كتب خضراء منهم ضمنهم القران الكريم. اولا الاول رؤية الشيوخ في المنام فهي رؤية طيبة يعني ان شاء الله، او رؤية رجل صالح فهو طيب ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا ان شاء الله. واما انه بيعطيك القرآن الكريم فمعناه انك انت مقصرة، فان شاء الله تحاولي تقرأي من ايات الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للزواج اعلمي تماما بان الله سبحانه وتعالى اعد لك زوجا يعني مكتوبا في السماء قبل ان يكتب في الارض ان شاء الله، ولا تيأسي ولا تحزني. ورؤية البنات الصغار وانك انت حامل، الحمل ده معناها هم يا اختي، هم انت عايشاه، هم انت عايشاه، تتجه الى الله سبحانه وتعالى ان يفرج همك ان شاء الله ويرفع عنا وعنك وعن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. وتوكل على الله ودايما صلي وقرأ القرآن هتكون ان شاء الله في حال افضل ان شاء الله، وربنا يرزقك بالزوج الصالح ان شاء الله. قبل الاتصال شيخنا كنا نتحدث عن تفسير الرؤيا للرجال. تفسير الرؤيا رجال او برضه هي جات رأت الشيخ محمد حسان يديها ايه اربع. الا اذا رأيت رجل واحد فهو خير وبركة ان شاء الله. اذا شفت رجل واحد بيبقى خير وبركة، واذا رأيت ثلاثة ان شاء الله هتكون في حصنة من الله تعالى وايه وجماعة من الله تعالى، لان رؤيا الرجال معناها ايه، معناها رفعة ان شاء الله وتقدم. ولكن شيخنا هناك الانسان قبل هذا السؤال ناخذ صوره من هذه الشيخانه. السلام عليكم حاجه نعمات. السلام. الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام معاك يا فندم. ايوه انا عايزه اكلم الشيخ لو سمحت. موجود معاك على الهواء. بقول لك ايه يا عم الشيخ. اتفضل. دلوقتي انا شفت رؤيه. معاك على الهواء يا فندم. ايوه اتفضلي. انا شفت ايوه يا عم الشيخ. أنا شفت رؤية. ما تخافيش يا أختي واتكلمي بالراحة وكلمي اتفضلي. أيوه يا عم الشيخ. أنا شفت والدي الله يرحمه. الله. هو متوفي وأخويا متوفي. وأخويا شفته زي ما يكون متوفي وجاي يحطوه في الخشبة، لقيت الخشبة هو أكبر من الخشبة. أما أبويا راح قال لنا هاتوه لي هنا. وانا هتصرف معاه. راح ربطه في وسطه بحبل كده وراح موديه بجره بالحبل على الارض لحد التراب، والناس كلها طبعا ماشيه وراه كان ماشيين جنازه، بس حطوه في الارض وربطه بالحبل ومشي به لحد ما وديه للمقابر. الاثنين متوفين يابا الكفن بتاعه ابيض ونظيف هيتوسخ وهيبقى تراب. قال لي ما احنا كده هنتحك في التراب. طيب اسالك سؤال يا سيدي. الجرح لحد ما ورد اخوك الله يرحمه كان عاش لابوه. يا عم الشيخ محيرني وبقالي يمكن اسالك سؤال يا حلم الحلم ده بس في عينيا ما بيروحش لا من عند بيت اخويا الميت ولا من عند بيت ابويا اللي هو ميت وضح على طول. يعني اخوك المتوفي ده يا اختي. نعم اخوك المتوفي. المتوفى. المتوفي ابويا المتوفي واخويا المتوفي. طيب اخوك المتوفى ده كان عاق لابوه؟ لا والله كان ابوه زعلان منه. امنا متوفيه وكان ابويا شديد عليه شويه يعني. ابوك اللي كان شديد عليه شويه. ايوه وهو كان يعني زعلان من عمل ابوك.
اولا اخوك ده ان شاء الله تدعو له بالمغفره والرحمه وتتصدق عليه لانه كان مقصر شويه في حق ربنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، وحاولي تدعي له وتتصدق عليه ان شاء الله. يعني هي السرقه هي اللي هت هو عاوز سرقه ان شاء الله عاوز له لانه كان مقصر في حق الله عز وجل. نعم شكرا. نعم الله يكرمك شيخنا. قبل هذا الاتصال كنا نتحدث عن اعضاء الانسان. نعم. هل لها تاثير؟ نعم. يعني مثلا بالنسبه للاذن او الانف، او الانف وظيفته بايه؟ بيشم الايه؟ بيشم الروائح الطيبه. فاذا ما راى احدنا في المنام رائحه طيبه او شم رائحه طيبه فانه خير، لان الروائح الطيبه دائما تكون من اهل الايه؟ من اهل الجنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ثلاث، يحب الايه؟ الطيب، وكان دائما يحملهم الطيب والمسواك والمرآة. دول كانوا الثلاثة اللي بيحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الطيب رائحة طيبة، ودي طبعا رؤية من اللي هي رؤية من أعضاء الإنسان اللي هو الأنف. فإذا رأى الإنسان أنه يشم رائحة طيبة فليعلم بأن هذه الرؤية خير، وإذا رأى أنه يشم رائحة خبيثة فليعلم بأنه مقصر في حق الله وعليه أن يعود إلى الله تبارك وتعالى ويتوب. ولكن شيخنا رجل رأى أنه يؤم المصلين. نعم. فما هو تفسيرك لتلك الرؤية؟ نعم. الإمامة فيها تكليف. من الله سبحانه. فيها تكليف من الله عز وجل. وكان الصحابة الأجلاء يفرون من الإمامة كما يفر المجنون من الأسد. ربنا يحفظك يا شيخ. أنا أخذ هذا الاتصال الهاتفي لأبو هاجر. السلام عليكم أستاذ هاجر. نعم أزيك يا شيخ. الله يسلمك. تفضلي. ماشي معي رؤية صغيرة. أنا كنت شفت بنت أخويا لابسة فستان كده خطوبة وجزمة حمراء. فبقول لها الخطوبة إمتى؟ قالت لي الخميس الجاي. لا الخميس اللي بعده. فبس قالت لي انا ما اعرفوش. ده بنت اخوكي؟ اه. بنت اخوك عمرها قد ايه؟ 20 سنه. عمرها مش مخطوبه لسه يعني؟ لا. ان شاء الله بشاره لها ان شاء الله ربنا يطلب. يوم الخميس فيه يعني ايه من الايام المباركه عند الله تبارك وتعالى، يوم الخميس ويوم الجمعه وكلها ايام الله عز وجل. وان شاء الله انت الان عليها شويه وان شاء الله هتتخطب قريب ان شاء الله تبارك وتعالى باذن الله. ولكن شيخنا قبل هذا الاتصال كنا نتحدث ان الرجل يؤم في الصلاه في التراويح. احنا قلنا الصحابه كانوا يفروا من الامام. الامام لان فيها تكليف. الامام بيتحمل خطا المامومين. بمعنى لو واحد مقصر في صلاته بيتحمله الامام. هتقول ليه بيتحمله الامام؟ لان الامام يجب عليه ان ينبه المصلين انهم يصووا الصفوف ويتجهوا الى الله تبارك وتعالى ولا يلتفتوا يمينا او يسارا ويكون النظر الى موضع السجود. وهي في نفس الوقت يا شيخنا مسؤوليه. مسؤوليه. نعم. فاذا رايت انك انت تؤمن فاعلم بان ده تكليف من الله عز وجل، وعليك ان تراقب الله عز وجل في كل ايه؟ في كل اعمالك. نعود الى يعني في الاتصال الثاني كان في الحلقه تحدثت اخت ايه عن بعضها عن الله سبحانه وتعالى مما تسبب لها في احلام مزعجه. نعم. وانا اريد ان اتحدث تلك النقطه شيخنا في هذا الامر، كيف انت تتخلص من هذا الاحلام اخت ايه مثلا في بالنسبه للاحلام المزعجه؟ نعم. بالنسبه للاخت ايه عليها الاول زي ما قلنا الاول تلتزم بالصلاه. الالتزام بالصلاه. التوكل على الله. الدعاء لله عز وجل في اثناء السجود. لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لله عز وجل. فالسجود فيه قرب، ولذلك ربنا يجعل واسجد واقترب، يعني قرب من الله عز وجل. فالإنسان وكان صلى الله عليه وسلم إذا همه الأمر فليتوضأ وليصلي ركعتين وليدعو الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يمجيه من هذا الإيه؟ من هذا الهم. وعليها بقراءة القرآن حتى لو ما كانتش حافظه لايات الله عز وجل، عليها بالسور الصغيره ان تقراها، يعني ايه تكرر السور القصيره تكررها ايه؟ تكرار ان شاء الله. معظم صلاه المولى انا كانت تتحدث عن وجود اموات في الاحلام. هو ما هي رؤيه الاموات؟ تفسيرك في رؤيه الاموات اختلفت يعني في تفسيرك في المره الاولانيه. نعم. تفسير معين، وفي رؤيه الميت الثاني كان ليك تفسير معين. نعم. ايه تفسيرك لرؤيه الاموات؟ اولا الميت إما أن يأتي للإنسان ببشارة أو يأتي له بإيه؟ بتحذير. يأتي له بشارة لو جه ميت في صورة طيبة دي بشارة، ولو جه ميت بيعطيك شيء زي الست اللي رأت إن هو بيعطيها خاتم في الإيه؟ في المنام. لو هي مش مخلفة فإن شاء الله الخاتم ده هيكون إيه؟ ولد إن شاء الله. دي بشارة. وإذا جاء الميت
والتقيت لانسان غضبان، غضبان من الانسان اللي هو اتى اليه في المنام، بيكون يعني زعلان منه. واذا اتى الانسان في صوره الاخ اللي كان ابوه بيجرجره وربطه بحبل وجرجره، يبقى الميت في حاجه الى الدعاء وفي حاجه الى الصدقه. فاذا رؤيه الميت بتختلف من ايه؟ من راي الى اخر، ومن شخص الى ايه؟ الى اخر. يعني الميت هنا ممكن بيطلب طلب، يعني ممكن بيطلب طلب، صدقه او اكيد دعاء ان شاء الله، اذا جاء بصوره يعني غير ايه؟ غير معهوده يعني، او صوره فيها ايه؟ فيها ويعني يرى الانسان احيانا الميت يراه لابس اخضر، يراه كذا، لان اللباس الخضر ده لباس اهل الجنه، لباس اهل الجنه في الثياب البيض والثياب الخضر. فاذا رايت ميتا يرتدي اخضر او يوعظ الناس او يؤم الناس، فاعلم بان هذا الميت على خير ان شاء الله. ام احمد مولانا اتت لنا برساله عبر ايميل القناه، بتقول انها دائما ارى في الحلم مواقف تتحقق، وترى دائما انها تتحدث بين اشخاص في الاحلام. ما هو تعليقك على تلك تفسير الحلم؟ اولا ام احمد هي قريبه من الله سبحانه وتعالى، لان بالدليل ان احلامها تتحقق. بس انا عاوز ام احمد بنصحها انها ما تشغلش بالها او بالاحلام، لان ما دام الاحلام بتتحقق فاكيد بتحلم باحلام قد يكون فيها موت وقد يكون فيها كذا، فهتحزن. فاذا ما دام الرؤيه بتتحقق ما تقولش الرؤيه بتاعتها ابدا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحكي الرائي رؤيته الا للبيب او حاذق او حبيب، حبيب كما قال صلى الله عليه وسلم، يا اما الانسان يقصها لبيب او ايه او حبيب، عشان خاطر الرؤيه النافعه بتكون خير للانسان. فاذا قصها لحبيب ففرح بها، اذا قصها على عدو طبعا ايه شائمة من تلك الرؤيه. وقال صلى الله عليه وسلم من راى احدكم رؤيا، اذا كانت رؤيا خير فليحمد الله عليها وليحدث بها ايه لبيب او حاذق، واذا راى غير ذلك يعني رؤيا شريره فعليه ان يدفن على يساره 3 مرات يعني كاشاره بس، ويقول اللهم اني اعوذ بك من شر ما رايت واحاذر 3 ولا يحدث بها احد فانها لا تضره. ويقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا معلقه بجناح طائر فاذا ما خسرت وقعت. فعشان كده بقول لك ما تقولش رؤيا الا للبيب، لان حتى لو قلتها الجاهل فسرت الرؤيا وتقع الايه؟ وتقع الرؤيا فورا. وهذه شيخنا عندك معالج للقران الكريم، ترى في هناك بعض الاحلام المزعجه التي تصاب بها الاشخاص مثل رؤيه الجن، انت عالجت بعض الحالات دي. نعم. احكي لنا كده يا شيخنا ايه بعض الخطوات اللي بتقوم بها المعالج بتلك الحالات الخاصه بالجن او خاصه برؤيه شيطان في المنام؟ اولا لازم يكون في خطوات على المعالج وخطوات على المعالج. المعالج اللي هو الشيخ والمعالج اللي هو المريض. اول حاجه لابد الشيخ ان يكون من اهل التقى والصلاح، لابد ان يكون ملتزم في نفسه اولا قبل ان يدعو الاخرين، لان فاقد الشيء لا يعطيه، لان العلاج بالقران ما هو الا تقرب الى الله تبارك وتعالى باياته او باسمائه الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه؟ فادعوه بها. فاذا ما كان الانسان قريبا من الله عز وجل ودعا. تفضل ناخذ الفوره هذيك يا مولانا. استاذه منى السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ سعودي معك يا فندم على الهواء. لو سمحت يا فندم انا كنت عاوز اكلم الشيخ. معاك على الهواء يا فندم. ايوه يا فندم، انا اختي عملت صلاه استخاره لحد كان متقدم لها. نعم. كل يوم هي بتنام على طهاره وتقرا قران قبل ما تنام والحاجات دي كلها، فكل ما تنام على استخاره تحلم احلام مش كويسه. في حلم انا حلمته لها انه في واحد بيقول عليهم هم كويسين جدا بس مرات اخوه تعبانه معاه. تعبانه مع اخوه يعني. وفي حلم حلمت هي انه النخل وقع عليها كذا مره تحلم النخله وقعت عليها. وفي احلام ثانيه تحلم ان اختها جابت لها خواتم والخواتم دي تيجي تلبسها تتكسر، وهو مره جاب لها خاتم خطوبه واتكسر برضه كمان. وحلمت ان الطرحه بتاعتها جت تحطها كل ما تنام يعني تحلم حلم وبتكون مصليه وقاريه قران وكل حاجه. حلمت ان الطرحه بتاعتها دخلت جوه الفرن جت تطلعها لقيتها مقطوعه وفيها كذا حرق يعني كده في الطرحه. طيب يا اختي ان شاء الله اختك أيوة. ما دام هي ملتزمه وقريبه من الله ربما تكون محسوده، ربما يكون بها مس، يكون بها عاشق او شيء، فان شاء الله ترجع للكنترول وتاخذ الرقم وتيجي تتصل عليها ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله تبارك وتعالى، وان شاء الله يتم العلاج بتاعها ان شاء الله ونقول لها على العلاج بتاعها قدره الله. تمام. كنا نتحدث قبل هذا الاتصال شيخنا على قصه الاحلام وكيف يتم معالجه الاحلام المزعجه.
اتصال بالجن والشيطان في الحلم. انت قلت هناك خطوات بالعلاج. هناك خطوات. الخطوات الاولى لازم الاول تقوى الله. تقوى الله من المعالج وتقوى الله من المعالج. بمعنى ان المعالج لابد ان يكون رجل مشهود له من اهل الصلاح، يكون ملتزم بايات الله تبارك وتعالى، يكون عالم اولا بالقران الكريم، يكون مصلي، يكون داعي الى الله، يكون عنده يقين بان هو ما يفعله مش هو يكون هو الشافي، ولكن الشافي هو الله. عليه اتراد ان يتوجه الى الله تبارك وتعالى في كل ايه. واذا قال بسم الله ربنا حيكرم بسم الله. واما الانسان الاخر اللي هو يعني اللي هو هيتعالج المريض، فعليه اولا ان يكون ذاهبا الى الشيخ معتقدا على الله، معتمدا على الله عز وجل، الاعتماد على الله عز وجل. ولكن ناخذ استاذ هناء على عبر الهاتف. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. انقطع الاتصال، عود الاتصال مره اخرى. اخت الكريمه، شيخنا كنت تتحدث عن قصه الركن الثاني في المعالج للقران الكريم للاعلام. نعم. الاول احنا قلنا الالتزام بالتقوى والصلاح والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، التوجه الى الله واليقين بالله. الانسان يؤمن بالله عز وجل أداس في كل شيء ضروري. عايزنا في خلينا ناخذ ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. لو سمحت عايز اتكلم الشيخ. الشيخ معاك على الهواء يا فندم، اتفضلي. انا عندي ابني عنده 16 سنه. وبعدين عقلينا جدا ليا والوالده، ليه يكون متسلط علينا؟ بيتعبنا وبيكسر لي الحاجات في البيت. يعني يقول لي بدل ما اضربك هكسر لك الهزه. يشتمنا بألفاظ قذره وحش قوي. حضرتك طب عندك حلم او رؤيه تركيا؟ يا اختي لا يا اختي انت بتقولي ولا بتقولي عليك؟ وبعدين مش عارف لحد معاه اعداديه وكل سنه يدخل يقول لي مش عارف يدخل اي حاجه، دخل فرقات في صنايع راح صار وما رضيش يروح، عنده صدع عن التعليم خالص من سنه رابعه ابتدائي، كان بيطلع من الاول وكان بيصلي وكل حاجه، دلوقتي منع الصلاه وبيسيب الدين وعقل والديه. لا 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 ربنا يهديه. انت بتدعي له يا اختي ولا لا؟ ها؟ انت بتدعي له ولا لا؟ بدعي له وبدعي له في رمضان، كنت مخصصه له الدعوه بعد الفطار لي قوه بالذات، وبدعي له في كل صلاه. بتعرفي تقراي في المصحف؟ ها؟ بتعرفي تقراي في المصحف؟ ايوه بقرا. ايوه ان شاء الله قبل صلاه الفجر اللي هو ما بين الاذان والاقامه عليك بقراءه ياسين بنيه هدايه ولدك ان شاء الله انت وابوه، وربنا ان شاء الله هيهديه خلال 7 ايام ان شاء الله ندعو الله بالهدايه. وحاولي ما تعاملوش بعنف وعامليه برفق ان شاء الله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف يعني نتعامل مع ابنائنا، فقال يعني داعبوهم سبعا يعني لعبوهم سبعا وادبوهم سبعا واخوهم سبعا ثم بعد ذلك اتركوا حبهم على غاربهم. فابنك في طور المؤاخاه دلوقتي، فان شاء الله يلفت اخوه وتحاولوا تعاملوه برفق وتدعوا له، وان شاء الله ابنك هيبدا يتغير بقدره الله تبارك وتعالى. نحن فاصل قصير مولانا، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود اليكم مره اخرى.